نحو المرمى النيران، نحو المرمى النيران. ماذا هنالك؟ اللاعب متوقف، الكل ساقط على أرضية الميدان، الكل يضيع الوقت من جانب الوحدة. ماذا يجري؟ ماذا يجري؟ أوه، ماذا هنالك؟ لقطات غير رياضية بالمرة، لقطات غير رياضية بالمرة. خرجوا عن النص، خرجوا عن النص. ما من كرة قدم في هذه اللحظات على الإطلاق. الهدوء مطلوب، والتحكم بالجنون النفسي مطلوب 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 تماما. فريق الوحدة يكسب النقاط الثلاثة. مبروك لفريق الوحدة فوزه بثلاث أهداف مقابل هدفين. قبل أن أختم أشكر الكابتن محمد خلف اللي كان للأسف إحنا الشيء اللي عم يصير ما نو حضاري بنوب. خلينا نكون واقعين، المباراة فوز وخسارة هي بيصير كل شيء، بس ما لهالدرجة توصل إنه للضرب الحكم، للاستفزاز اللي صار من الجمهور. شو هذا؟ ما يطلعوا بس بيطلعوا جمهور الوحده.